جابوها العراق، الله لا يوفق اللي جابها للعراق. حطمت الشباب، خلتهم لا يدرون بروحهم، لا ينتبهون، وهاي المخدرات فشي كارثه، يعني كارثه على العراق، كارثه. والله لا يوفق كل من دخلها للعراق. الشباب طلعت عن طريق اللي ما يرضي به الله ولا البشر، قام يعني حتى يحلل اخته عليه يقتل ابوه. هاي شغلات يعني ما ادري منين اجتنا، منين هاي؟ لو اكو لها قانون ردع، مو يذبه بالسجن وياكل ويشرب ويصرفون عليه فلوس، لا يكون اكو ردع. هي ظاهره مو حلوه، وسببها انه القوات الامنيه او الدوله ما مسيطره او ما مانع التخريب والهذا. والسبب الثاني الاهل ما متابعين مثلا اولادهم شبابهم وما يتابعوهم، يابا وين تروحون وين بس طالعين، وهي هاي تهتك يعني تؤدي الى قتل وتؤدي الى جرائم. انه المخدرات هي افه من الافات التي حقيقه مو تهلك المجتمع، بل انها تهد كل القيم الاجتماعيه والاخلاقيه. واعتقد هاي المسؤوليه تقع بالبدايه على من البيت، من رب الاسره والعائله ومن ثم المدرسه، وحتى المنبر سواء الديني والسياسي، الموقف السياسي يجب ان تتكاتف هذه في حمله جاده، زين، يسندها الجانب الامني في رصد هذه الظاهره ومتابعه المتاجرين والمتعاطين. الشباب يتجهون الى طرق مجهولة، نعم. مجهولة، يا أما يكون مصيره بالسجون يا أما مصيره ما نعرف شنو. فإحنا نرجو من الدولة الانتباه على هذا الشيء ومحاربة الفاسدين بهذا الخصوص.